السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال على ان انت تشوف الموديل بتاعك على المتصفح ده، مثلا ليفل 1 انت كده شايف الليفل 1 بس مش شايف حاجة تانية معاه، ده ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4. نعمل زوم شوية عشان نشوف الليفل. وهنا بقى ممكن تشوف الحاجة من خلال مثلا كاتيجوري ماتيريال، يعني مثلا دي كاتيجوري ممكن اقول له انا عايز اشوف بس اللايتنج بس، هنا بيكبرها هنا بيصغرها شوية وهكذا. تقدر طبعا تسحب، ممكن اقول له انا عايز اشوفها من خلال ماتيريال. جايب لك الماتيريال بالشكل دوت، بيفلتر بحيث ان ما تشوفش غير الماتيريال اللي انت عايز تشوفها. وده مثال ان انت تقدر تشوف اي مكنة وتشوف اللحظة بلحظة الاداء بتاعها كدرجة الحرارة كالأقصى وهكذا، وتشوفها برضو في الفيور في نفس الوقت. ده بقى مثال على المحاكاة. لو في حاجة بتتحرك مثلا بتضغط في حاجة تانية، خلينا نعمل ران. طبعا تقدر تشغل الجرافيتي، تغير في الجرافيتي هشوف لو الجرافيتي عاملة ازاي. طيب هنا بتشوف اناليسز للمشروع، مشروع ضخم جدا، بتشوف الاريا الديسيبلين البايبنج الفاونديشن الاستراكشر الاكيوبمنت، اناليسيز لكل حاجه موجوده في المشروع. وهنا تقدر تحط ماركاب لبعض المعلومات على اي جزء من اجزاء المبنى او مثلا الفرنتشر اللي عندك. هنا بقى بتستعمل فلتر، مثلا مش عايز تشوف الوولز مش عايز تشوف الويندوز، يبدأ يخفي لك العناصر السليكشن. ممكن تبدأ تعمل سيلكت لبعض العناصر، فيبدأ يقول لك انت ايه العناصر اللي انت عامل عليها سيلكت، وتقدر تختار اي عنصر بالشكل دوت. وممكن تشوف كل اللوحة 2D وال3D بكل سهولة، تقدر تختار 2D فيو من هنا، وتقدر تشوف تشارت زي ما انت عايز وباي تشارت بالشكل دوت. انا بسوي بحسب الكاتيجوري، ممكن تحسب الليفل. هنا بار تشارت للمعلومات اللي انت عايزها. هنا الجراف كل ما تقف على نقطة بيبدأ يعمل لك عليها زوم. هنا وول انالايزر، ممكن تقول له انا عايز اشوف الليفل 6 الفلور اللي فيه. كده انت شايف كل الفلورز، بس ممكن تلغي الفلورز وتشغل الوولز لو انت عايز. فدي أمثلة للحاجات اللي احنا بنعملها على ديسك فورج، بحيث لو انت عندك مشروع عايز ترفعه بحيث الناس كلها تبقى شايفة تفاصيل المشروع بتاعك بمعلومات كتيرة جدا. ممكن تبقى حاجة بابليك للناس كلها اللي بتزور الموقع، أو حاجة خاصة للناس اللي ساكنة في المكان ده نفسه كنوع من أنواع التوأم الرقمي.